من خصائص القرآن العظيم أن الله سهله لعباده المؤمنين، فقال جل وعلا: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يقول بعض المفسرين: أي هل من طالب حفظ وفهم فيعان عليه؟ ولذا جاء من خصائص هذا القرآن أن الله جل وعلا حفظه في الصدور قبل أن يكتب في السطور، تجد الطفل الصغير يحفظه قبل الكبير. ولذا جاء هذا المعنى في كتاب الله بقوله: فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. دائما ما يجد كثير من الناس الصعوبة عند حفظ القرآن أو تدارس معانيه، وكل هذا من الشيطان ليخذل العبد عن حيازة هذا الشرف العظيم من الرب الكريم جل وعلا. ولذا جاءت الوصية: فاستعذ بالله، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. فاللهم أعنا على حفظ كتابك وتعلم آياته والفوز بأجر تلاوته.